مساء الخير على كل مشاهدي المصرية في حلقة جديدة من حلقات سيدتي. كل سنة وانتم طيبين. ساعات وهيبدأ عام 2018، يا رب يجعله عام خير وسعادة وفرح علينا جميعا، على جميع المصريين يا رب بإذن الله. خليني أقول لكم إن احنا النهاردة طبعا دي آخر بقى حلقاتنا في 2017، وبما إننا برنامج مرأة فإحنا هنقدم لكم في خلال الحلقة حصاد كل ما تم إنجازه لصالح المرأة المصرية في خلال عام 2017، وتحديدا أنه احنا عارفين طبعا أن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه 2017 هو عام المرأة المصرية. طبعا ده تقديرا يعني لكل الجهود اللي كانت قامت بها المرأة في السنوات الأخيرة الصعبة في الجانب السياسي تحديدا. فهنتكلم عن أهم ما تم إنجازه في خلال هذا العام، وأيضا يعني جانب القوانين والتشريعات هنتكلم عن الجزئية دي، وعن دور المجلس القومي للمرأة. ده هيكون في فقرتنا الثانية، هيكون مع ضيفتي الأستاذة فاتن عريف عضو المجلس القومي للمرأة. أما بقى في فقرتنا الأولى فإحنا طبعا مش هننسى أن المرأة المصرية بتهتم بالتأكيد بالجانب جمالها وبجمال بيتها كمان. ده هيكون بقى مع ضيفتي اللي منورانا دلوقتي في الاستوديو، مصممة الأكسسوار الأستاذة منى ثروت. يا أستاذة منى كل سنة وانت طيبة وعام سعيد عليك. طيبة وعام سعيد علينا جميعا يا رب. يا رب بإذن الله. سعيدة ان انا معاكم النهاردة، بنختم سنة وبنبدأ سنة جديدة، يا رب تبقى سنة سعيدة علينا جميعا يا رب. يا رب تبقى يعني افضل كثيرا بإذن الله. اللهم امين. اللهم امين. ونحقق كل اللي احنا بنتمناه فيها بإذن الله يا رب. قولي لي بدأتي ازاي مع موضوع الاكسسوارات ده؟ والله بدأت نفسي في حاجة مفيدة اعملها بإيدي. كنت اشتغلت فترة يعني قبل سنة 2010 كنت اشتغلت بالتطريز شوية. فالتطريز كنت بحب اجمع الوان او اركب الوان ملهاش دعوة ببعض، بس بتديني نتيجة حلوة، اعمل كونترست حلو قوي على خلفية، سواء كانت عباية سواء كانت بلوزة. بعد كده جاء موضوع الاكسسوارز، فكرت ان انا لو عملته على قطعة متحركة هيبقى بالنسبة لي احلى. التطريز بيبقى قطعة ثابتة، هي القطعة بتتلبس بتتشال ما خلاص كده. لكن النهاردة لما باجي أعمل ده على قطعة اكسسوار طبعا ممكن الأوت فيت بتاعي بيبقى بسيط جدا، سواء بادي أسود أو بادي أبيض. طبعا مع غلاء الأسعار بتاعنا النهاردة أنا ممكن أغير عليه أي قطعة اكسسوارز، هغير الأوت فيت بتاعي خالص. طالما معاك الأكسسوري قطعة الأكسسوار الكويسة أنت مش محتاجة أن يكون اللبس يعني عالي غالي في الثمن. أيوة. بتاخدي اي يعني لبس حاجات بسيطه زي ما بنقول الوان ساده ابيض اسود، وبتحطي عليها الاكسسوار بتختلف تماما بقى حتى لما بتغيري عليها. تمام. قطع الاكسسوار. تمام. فبداتي بقى في الخط ده، بدات في الفكره دي يعني. بدات منين اعمل ايه؟ طيب فشفت بالصدفه في برنامج من البرامج موضوع تشكيل الواير السلك، فبصراحة حبيته يعني فكرة ان انا ابقى ماسكة سلك رفيع. انا قبل ما اخد الكورسات واتعلم كنت ماسكة السلك في ايدي اعمل بيه ايه؟ يعني ايه اللي ممكن اطلعه اصلا من السلك ده؟ هعمله كده هرميه، مش هعمل بيه حاجة. أوكي. اخدت كورس واخدت اتنين وابتديت اشوف فيديوهات كتير لغاية ما لقيت ان الواير ده ممكن اطلع منه شغل كتير جدا. عملت منه اشكال ديكورية وعملت منه اكسسوارز، امسكه واطلع منه خاتم مثلا زي ده. النهارده انا ممكن مش هلاقيه اصلا في السوق. يعني ده برضو من السلك، الخاتم من اللي حضرتك هو عباره عن سلك واير ملفوف. طب ثبتيه بقى كده للكاميرا عشان كده نشوفه. اوكي. بختار الاحجار اللي عجباني وبحطها فيه طبعا هنا كده. ايوه. النحاس اصلا مش بيصدي. بصي المونيتور معاكي يعني انت عشان تبقي شايفه نفسك. هي مثبته اهي، بس هو ده طبعا هو الحجر هو اللي باين، بس انا حابه اوريكم برده من ورا. ده سلك اهو. اوكي. واير انا لفاه بالشكل ده وعامله بيه مكونه مع الاحجار بالتركيبه دي. يعني الفاكره الكونتراست اللي كنت بقول لك عليه هو تقريبا حاجه كده. واخده هنا الزيتي مع البيتي، زيتي مع امبيتي مع اورنج مع درجات فاتحه خالص، عملنا بيه كونتراست مع بعضه. مش نفس الدرجات، مش نفس التدريج بتاع الالوان. ايوه. بس مديني نتيجه انا ممكن البسه على الاوت فيت بتاعي النهارده. صح. ممكن البسه على حاجات تانية كتير، البسه على ابيض، البسه على اسود، ممكن البسه على كحلي، على جينز. صح. على كل درجات الزيتي على كل درجات على الزيتي باش هيبقى برضه هيبقى حلو قوي. فدي الميزه في الشغل ده. بيتماشى مع حاجات كتير. بيتماشى مع الوان كتير، مع الوان كتير. وبعدين كمان حته ان انا السلك النحاس يعني اللي خلاني حبيته اكتر ان انا ممكن استخدم ايدي في الميه عادي جدا.
ما بيجرالوش حاجه، ما بيجرالوش حاجه، بالعكس بيلمع فعلا، ولا بيلمع. يغير لون مع الوقت ولا لا خالص ولا... خالص بيغير لون، اللي هو بيغمق شويه لما بجيب الواير بيبقى فيه الحاجات الجديده بتبقى عارفه الذهبي الصارخ اللي بيلمع قوي، ما بيبقاش حلو زي ما بيبقى، بياخد درجه الاكسده بعد كده مع عوامل الجو، الهواء، مجرد بس الهواء عشان هو ماده طبيعيه اصلا بيتاثر بيها، فبيديني درجة اللي هي بتغمق شوية، الدهبي ده بيديني درجة اغمق شوية بيبقى احلى، بس بتبقى احلى او زي ما انت بتقولي، لو انا حطيت ايدي في المية غسلت ايدي بس بيلمع، لو انا في قطعة ركناها مثلا زي دي انا عاملاها بقالي كذا سنة، لو انا ركناها وجيت عايزة لمحها بروح جايبة طبق صغير فيه نقطتين ليمون مع شوية مية بحطه فيها ثواني وبطلعه بشطفه، نقطتين ليمون مع مية وتتحط. بشطفه او بغسله بالشاور جيل بتاعي وبسيبه او بنشفه كويس بفوطه بيرجع يلمع تاني كاني لسه عاملاه فعلا. ده ميزه، ده ميزه، ده للنحاس بس، النحاس بس. المعدن فعلا. المعدن العادي لا، المعدن المطلي لا، لان في السوق خامات مطليه يعني انا عامله في عقد هنا على الستاند قدام حضرتك انا عاملاه بالخامه المطليه، انهي واحد؟ مطليه ذهب رقم 2 من ناحيتي، من ناحيتي رقم 2 من ناحيتي، ده عشان لولي طبعا، اللولي وقيمته وشكله طبعا. انا عاملاه حطيت معاه الذهب المطلي اللي بقولك عليه، معدن مطلي ذهب. اوكي. عملت السلسله بتاعته حتى المسامير بتاعته بحيث ان هو ما ينفعش يتحط في الميه. اوكي، ده لولي اهو ومعدن مطلي ذهب زي ما انت بتقولي. هتلاقي حتى شكله مختلف عن النحاس شويه، درجته غير، ليه لمعه، ليه لمعه مختلفه. اوكي، انت بقى مستخدمه النحاس ده ومستخدمه لولي، ايه تاني خامات مستخدماها عامه بتستخدميها في شغلك؟ الغالبيه بتاعه خاماتي يعني اللي انا لابساه كله من حجر العقيق، العقيق كل التقطيعات دي وكل الالوان اللي معايا النهارده انا بحب العقيق وبفضله عشان الوانه، قيمته حلوه، الوانه حلوه قوي، مش مسبوغ، مش درجه مسبوغه ان انا ممكن لو عملته كده او غسلته يروح في يتأثر في اللون او يروح. ليه؟ لان انا زي ما بقول لك انا بستخدم النحاس سواء سلاسل او سواء واير بيقعد معايا سنين، فما ينفعش احط فيه حجر اقل من يعني قيمته اقل، طالما احنا النحاس هيستمر الفتره يبقى اذا كمان انا بعلي قيمته، انا بحطه عندي بحفظه دايما في الاكياس بتاعته ومحفوظ عندي في الدرج بتاعه خلاص ما بيجرالوش حاجه خالص، ما بيجرالوش حاجه. وبعدين انت كمان بتحبي الالوان والكونتراست فبالتالي الحجر العقيق محقق معاكي ده يعني. طيب تحبي تشرحي لنا ايه تاني بقى من الاكسسوارز يعني؟ ده زي احنا طبعا بنتكلم على الحجر العقيق اللي هو قدامي ده الازرق، ده كله عقيق بس بتركيبة الوان برضو، هنا مش عاملة كونترست في الالوان، عاملة تدريجة في الالوان. هو درجات ازرق، درجات الازرقات مع الفاتح قوي مع الغامق شوية، انا بحب اعمل التدريجة دي، ما بجيبش لون واحد واحطه في العقد. يعني ممكن اجيب، هو انا بشتريه بالعقد كده، عقد بس ملضوم في بعضه، ممكن اجيب ثلاثة اربعة عقد من ده واكون بيه عقد بحيث ان هو يديني التدريجة دي او يديني الشكل الحلو في العقد بتاعي. قصدك انه يكون كذا درجه، كذا لفه يعني ممكن اعمل الكونتراست وممكن اعمل تدريج الوان. والشريحه بتاعته عباره عن عقيق برضو بس شكل مختلف خالص. انت مش شايفاه، ممكن اوريه. انا عشان بس هو لا انا بحاول اشوفه على المونيتور احنا عشان بس المشاهدين يعرفوا يشوفوه، لان الكاميرا هي جايباه. الدلايه بتاعته الشريحه، الدلايه دي ايه؟ دي شريحه عقيق. ما هو العقيق ليه تقطيعات كتير، ممكن يبقى بالشكل ده او بالشكل المدور الصغير ده او زي ده كده في الخاتم بتاعي. اوكي. او الشريحه اللي قدامنا هنا دي اللي هي عباره عن شريحه عريضه او بالشكل ده، بتبقى برده فيها تعريجات الوان حلوه قوي. تمام، حلو قوي. طيب احنا معانا برده الموديل ايه، احنا معنا يعني معانا برده موديلات اكسسوارات هنشوفها معايا، اتفضلي يا ايه ورينا اللي معاكي ايه. ايه النهارده هي معاها طقم فيروز، طبعا الفيروز لازم احطه في التصميمات بتاعتي دايما. هي برضو التشكيل ده كله معمول من الواير من السلك، ومعاه حجر الفيروز بلونه الازرق التحفه، اصلا بيلفت النظر قوي، درجته تجنن. حلوه قوي. لابسه اسوره، الاسوره دي برضو معموله من السلك بتشكيل برضو مميز قوي من السلك، حاطه سلكين على بعض عشان اقدر اوصل للشكل ده وتبقى متينه بالمنظر. دي برضو سلك. اوكي. لفه سلك صغير خفيف على سلك تاني كاني بشتغله بالابره والفتله كده، يعني رول عليه كده. فمديله الشكل ده والمتانه دي ومحطه فيه الحجر الفيروز. والتاني ده اسوره عاديه انسيال عادي من اللي هي الحاجات اللي بتتلبس كاجوال بسهوله. اوكي. والخاتم ده برضو من السلك، لفه سلك وحاطه معاه برضو احجار الفيروز.
يعني شوف الملبوس دلوقتي على الابيض او الاوف وايت ناطق، ماشي معاك برضو على حاجات تانية برضو هيبقى حلو، على الاحمر على الازرق ماشي معاك اسود، والكوليه برضو غني جدا في كل هو حجر الفاروز اصلا بيدي قيمه دايما، بيدي مع النحاس اوكي ومع ايه كمان احلى واحلى امرأة طبعا. ميرسي ايه، جهز لنا الموديل اللي بعده بقى. طيب نشوف حاجه من الموديلات اللي هنا لحد ما ايه تجهز لنا اللي بعد كده. في هنا ايه تاني؟ في التاني اللي بعد اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه اللي في النص بالظبط. اللون الاخضر اصلا انا بحبه جدا، الاخضر والازرق. ده انا عاملاه بالعقيق بس حاطه معاه حجر تاني اسمه هيماتايت. حجر الهيماتايت ده برضه بيلفت نظري قوي. هيماتايت اللي هو انهي فيهم بقى؟ اللي هو الاسود، بس هو مش اسود، اسود مدي على لمعه جراي شويه، اسود في جراي، تحس ان هو واخد درجه فضي. اوكي. هو ممكن يتلبس سواريه طبعا لان هو بيلمع شويه، معاه الكريستال الصغير قوي عشان الهيماتايت اغلى غالي وتقيل. أوكي. فحبيت ان انا اكمله بالكريستال لان الكريستال ارخص شويه في السعر، هو ما قللش من القيمه بتاعه العقد. بس عشان يبقى الكوست بتاعي ما ارفعش الكوست بتاعي، بحيث ان هو البس حاجه حلوه وفي نفس الوقت يبقى سعرها معقول. حاولي ان انت توازني يعني في طبعا في التوتال في الاخر ما تكونش الحاجه سعرها مرتفع. طب اوكي، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه حالا هو الاخضر ده. تمام. وطبعا كل طقم من دول انا عامله مع التكمله بتاعته، الخاتم بتاعه وال انت عامله سات كامله، الكوليه بالغويشه البراسليه بالخاتم. تمام ايوه. طيب هنا برضو معانا موديلات، ولا نشوف ايه جاهزه؟ تعالي ايه جاهزه. ده تصميم بسيط خالص، هي ده مش الشغل الواير بتاعي، ده باللضم العادي ان انا بركب احجار في واير كده. بس هو لونه مع بساطته مع البساطه بتاعه التصميم بتاعه برده مطلوب في الاكسسوارز بتاعتي، فانا لازم عشان ارضي كل الاذواق لازم ابقى عامله تصميم زي ده في التصميمات بتاعتي. وطبعا ما نسيتش ان انا اعمل منه خاتم بالسلك النحاس والبريسليه بتاعته برده. اوكي ورينا هو طقم رقيق كله على بعضه، والخواتم ده احجار كبيره شويه وده بقى احجار اصغر بس نفس الالوان. نفس برضه بتشكيل السلك الاتجاه. وانت بتشكلي بقى السلك ده ازاي؟ بتسخنيه بقى بطريقه معينه؟ لا مش بيتسخن، هو سهل جدا، بمسك السلك هو النحاس اصلا طيع. مهما تكون تخانته عاليه بيتلف معايا ويثبت على الشكل، وبيثبت على الشكل ده فعلا. وكل ما بتلبسيه او بيتعرض للهواء بيتاكسد بيقوى، يعني مع الاستخدام بيقوى. بيبقى اصلب كل ما ده بيثبت على شكله. وانا بشكله انا دايما حافظاه في اكياس بلاستيك عشان ما يكسدش معايا. دايما حافظاه، كل ما باخد جزء بس اشتغله وانا بشتغله بيبقى طيع قوي معايا. ده برضو من الحاجات اللي حببتني في شغل النحاس. طب شغله سهل يعني، وبعد كده زي ما بتقولي يفضل محتفظ بشكله، يفضل محتفظ بشكله، ما يجرلوش اي حاجه خالص. طيب ماشي، نشوف هنا ايه الموديلات اللي هنا. نشوف الخواتم. نشوف الخواتم، محبه للخواتم. انا محبه للخواتم. بص حضرتك، انا الخاتم بالنسبه لي ايه؟ الخاتم بالنسبه لي انا اي ست النهارده او بنت، انا ممكن في لبسي انا العادي ممكن ما البسش كوليه. الطرحه مش مناسبه، البلوزه بتاعتي مش مناسبه ان انا البس عليها عقد. لكن الخاتم، بس الخاتم لازم، يعني لازم ابقى لابسه خاتم، لازم ابقى لابسه محبس، لازم ابقى لابسه انسيال او اسوره. اوكي. فعشان كده، وبعدين تشكيله يعني، بصي هو الميزه ان انا ما بلاقيش ده في اي مكان. يعني خاتم زي ده مش هلاقيه في اي مكان. مش هتلاقيه طبعا، انت عاملاه بديزاين معين، عاملاه بالوان، لا هلاقيه في الذهب ولا هلاقيه في الفضه ولا هلاقيه عند مصمم تاني، لان كل مصمم بيبقى ليه فكر وبيحط الشغل بتاعه، اكيد هيديني شكل مختلف. بتجيبي افكار الديزاينز منين يعني؟ هل بتحاولي ان انت تشوف تطلعي يعني تشوفي على الانترنت مثلا، ولا؟ والله بصي انا بشوف بتفرج بس. وقت ما باجي اشتغل كل المخزنات بقى بيطلع مش بعمل حاجه معينه. أيوة. على حسب ما السلك بيجي معايا، لان انا بطيع سلك. يعني انا بعمل تطويع لسلك، فممكن يديني شكل استحاله هعمل اللي انت ما كانش قصدك يعني، بس ممكن ممكن ما يبقاش قصدي اعمل يعني. ده ما كنتش هطلعه كده، هو ده بتاع الطقم. طلعيه كده. طيب طلعي الخاتم ده. ايه هتلبسه؟ او هو اللي في النص هنا. اوكي. ده مثلا اوقات ببقى مش عارفه اشكل ازاي، دايما بعمل دايره، دايما بعمل مستطيل. فعايزه اعمل اختلاف، فلقيته اداني الشكل البيضاوي ده مع سحبه كده من تحت. ايوه انا عايزاكي تبصي على المونيتور وانت بتثبتي عشان تبقي فاهمه. ايوه كده بس.
عندي دلايات او عندي معادن بشكل ورقه شجر حطيتها فيه، مشيت قوي مع اللون الاخضر اللي انا حطاه اوكي. ده، برضو ليه الطقم بتاعه زي ما بقول لك هنا تقريبا معانا، او الموديل هتلبسه هنشوف دلوقتي. نفس اللون بتاع الحجر ده. انا لما ببقى لابساه يعني خلاص مش عايزه البس، مش هينفع البس حاجه تانية معاه. خلاص، هو خاتم هو بالحجم كاف ده صح، كافي جدا، حجمه كبير والحجر فيه كتير، فطبعا مش محتاجه ان كافي انت يكون جدا مع ما حاجه البس معاه تانية. حاجه تانية. في ناس بتحب تلبس طقم على بعضه، بس انا بحاول دايما التصميم بتاعي يبقى فيه تناسق، ما يبقاش يعني لو عملت الكوليه كبير بخلي الخاتم سيمبل قوي الحاجات بقى بقيت زي الحاجات الطقم ده. ده حلو كان الطقم ده برضو. طب العقد ورينا بتاعه بقى اللي كان في ايديكي كبير. ده، انت سايباه انا المفروض عامله منه اصلا كوليكشن كامل، وموضة الموضوع ده بقى، ان ده الخاتم عايزاه، متصل كده بال، انا عامله منه كوليكشن كامل اصلا باشكال كتير. فمعاكي هنا نفس ولا الفكره دي؟ لا مش مش معانا؟ طيب عارضاه، هو حاولي معايا بس مش توري عارضه ايديكي كده للكاميرا. كده. هو بيبقى الخاتم في اتصال بينه بسلسله او ادريكي. بشكل تاني مع بتصميم، هنا ممكن اعمل كذا شكل، عامله منه اشكال كتير. هنا انا معتمد على لون الحجر الزيتي برضو التدريجه دي مع سلسله في النص والخاتم البسيط ده ايوه كده عشان تبان اكتر. اتنين. كده. ايوه هو ده، حلوه لذيذه برضو. فده انا لما بلبسه بناتي كمان يعني الموديل ده. في حاجات عاملاها باشكال هنا، هي بتبقى اكبر للسن الاكبر، بس انا كنت عرضها في كوليكشن قبل كده، فعشان كده ما عرضتهاش بس النهارده، كانت شمال النهارده. لكن فعلا بتدي خلاص يعني شكل حلو قوي لللبس بتاعك، صحيح، مش محتاجه تلبسي حاجه ومش تانية معاه. وفعلا هي محتاجه لبس بسيط جدا، مش محتاجه، عشان احنا بنحاول ان احنا وفي اواخر 2017 نتغلب على مشكله الاسعار لحد ما ايه الاسعار تنزل. طيب اتفضلي يا ايه. عارفه الفكر بتاع اللي هو يعني مش الاغلى، هو ده سعره ما بيبقاش اغلى على فكره من الصيني اللي موجود في السوق اللي مغرق السوق. لو اتحسبت هيبقى ده احسن بكتير، لان انا بديكي حاجه النهارده معدن محترم زيه زي الذهب وزي الفضه وكفايه انه زي انت وحجر بتقولي. قيم، كفايه انك بتقولي ان هو كمان مش بيغير لونه، ومش بيغير في اي ما بيجرالوش حاجه. مواصفاته. لو حسبتيها هتشتري الحاجات الاكسسوارز اللي زي دي، مش هتشتري الحاجات اللي هي الموجوده الصيني في لان السوق. فعلا بتغير لون بسرعه. بتفرق. طيب معانا هنا ايه 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 دلوقتي ده برضو حاجه بسيطه، هو دلع شويه في الكوينز الذهبي ناحيه، هو ما فيهوش سيمتريه يعني، ناحيه شكل وناحيه فيها احجار. اعتمدت فيه على الكريستال العادي مع الدلايه اللي تحت والانسيال بتاعه، وبرضو اكيد ليه خاتم، بس مش الخاتم مش معروض. اوكي حلو ده برضو درجة. لو اتلبس على ابيض، لو اتلبس على جينز هيبقى حلو قوي. حلو، مناسب جدا فعلا. هو دلع زي ما انت بتقولي، دلع مناسب خالص. جدا للجينز، مناسب جدا لبنات سن صغير، لجامعة، يعني بس حلو هو لو اتلبس بعد الظهر هيبقى افضل عشان الكريستال عشان في عشان في والكوينز، شغل عشان شوية، الجولد كمان في زياده شويه. عشان في شغل شوية. اوكي ميرسي يا ايه. ميرسي. ايوه طيب احنا في موديلات تاني ولا في انا اكيد. لا اكيد انا في. عايزه اسال على حاجه. اتفضلي. احنا في كمان حاجات للبيت، احنا كل ده ما كلمناش عنها. انت ايوه مش بس اهتميتي بالاكسسوري الخاصه بالسيدات، انت عامله كمان حاجات ديكورات منزل. ايوه بداتي الموضوع ده امتى بقى؟ انا عايزه اعمل حاجات تانية. السلك عشان بيديني اللي انا عايزاه، اي فكره عايزاها بعملها. انا كنت عامله اشجار منه حلوه قوي، بس ما جبتهاش برضو معايا النهارده. الاشجار دي عارفه في شجر اسمه شجر البونساي، هو معروف قوي. انا شفته في المحلات كان من سنين كتير، من انا عاملاه من 2013. شفته في المحلات بتاعه الديكورات كان تقريبا الشجره في حدود من 700 ل 1000. ما كانش فيها كمان الاحجار اللي انا حطاها، انا حاطه فيه احجار، فالشجره في حد طب يعني ذاتها. انت بتشوقينا وما جبتيش معاكي الشجره؟ المره الجايه. المره الجايه المره ماشي. الجايه انا عندي لسه في البيت حاطه طبعا في بيتي، وكمان زودت لها اضاءه فبقت شكلها مختلف تماما، يعني طورت فيها كمان. الشجره تحفه في اي كورنر، معاها الاضاءه بتاعتها كانك حاطه اباجوره مع الفروع بتاعتها على الحيطه كمان مع الاضاءه، شكلها حلو قوي. فالسلك النحاس حلاوته ان انا ممكن امسك السلك لو انا عايزه اعمل اي حاجه اعملها. طب انا شفت الشجره دي وقتها حلوه قوي، فطبعا على طول رحت لفين؟ رحت للسلك بتاعي. طب ليه ما اعملش بس مش بنفس الشكل، لان طبعا التانيه ما كانش فيها احجار، هي كانت سلك بس عادي وطالع باشكال انت معينه. بالعكس كمان ضفت لها الاحجار باللي انا عايزاه بقى، بالالوان اللي انا عايزاها. عملت مره كانت شجره باللون الفيروز، كانت حلوه قوي، واشجار بالوان تانية كتير، بس اعتمدت على السلك النحاس ان انا طوعته
بالتصميم اللي انا عايزاه، وعملت شجر وثبته في حاجات ان انا يعني تبقى مناسبه للديكور بتاعي. وجيت للكريسماس كنت عامله شجره الكريسماس قبل كده لما انا عرفت ان انا جايه معاكم النهارده. الحاجات دي اساسها واير نحاس برضو. برضو الدايره اهم يدور الدايره دي، الدايره بتاعه ومركبه التعليقه دي الحاجه اكسسوارز. لفيت سلك نحاس من جوه بشكل دايره اللي هي اللي عليها الحاجات اللي بتلمع دي. ولفيت عليها الزينه بتاعت عيد الميلاد دي. وحطيت معاها الحاجات اللي هي كانت على الشجره بتاعتي اللي هي بتاعت الكريسماس. اللي في النص ده لفاه بالسلك خالص، يعني ممكن يتثبت على حامل او يتثبت هو كده، او ممكن يتعلق برده نفس الحكايه. حلو، وما فيهوش اي تكلفه خالص. الحاجات دي بسيطه جدا، هو مجرد يعني اللعبه الصغيره اللي دي بتتباع مش غاليه، مش غاليه لا، والسلك مش هيكلفنا حاجه. انت عامله حاجات تانية للبيت ولا؟ ايوه، الشجر اللي بقول لك عليه، غير الشجر وكمان عملته كتابلوهات. عملت تابلوهات؟ فين بقى حاجاتي؟ مفروض يا جماعه يعني انت جايه النهارده كده ينفع كده تابلوهات، بحيث ان انا طورت من طول ما انا قاعده فكر، يعني دماغي شغاله ان انا عايزه استفاد من السلك، عايزه اعمل حاجات تانية، عايزه تعملي حاجات مختلفه. طيب احنا عايزين نشوف الحاجات اللي جنبك كده على الترابيزه برضو، ايه اللي ما عرضناهاش؟ حلوه الالوان دي، انت فعلا بتمزجي مع بعض الوان. ده الكونتراست اللي كنت بقول لك عليه، اصلا انا بحب كمان موضوع الكونتراست ده، بحب الالوان اللي هي ايه تدي التضاد ده. يعني ده مثلا هتبص تلاقي فيه الفيروز، فوقيه دول عقيق، ده عقيق ده بيربل، عارفه البنفسجي بس الغامق، هو دايما بيديكي غامق ما بتبقيش عارفه اللون ايه. ده بنفسجي. وده فوشيا، درجه من درجات الفوشيا. عينيا لما يعني حطيتهم مع بعض ادوني شكل حلو. انا دايما بحسبها كده، احط الالوان قدامي، لو عينيا قبلتهم بشكل حلو خلاص بقدر احطهم مع بعض واوظفهم مع بعض. لازم تشوفي الحاجه كده على يعني الالوان جنب بعض عشان تقدري تحكمي من هنا بعمل التصميم. لما كنت بتساليني التصميم بيجي ازاي، من خلال التشكيل. لو انت شغاله الحاجه بتطلع. وانا شغاله احط الحاجات مع بعضها، الاحجار مع بعضها، الالوان، لان ممكن اقول لك فوشيا بس في دماغك فوشيا وفي دماغي فوشيا تاني. ايوه صح، ممكن الفوشيا اللي في دماغك ما يمشيش هنا، ده حقيقي، لكن التركيبه بتبقى قدام العين حاجه تانية، يعني اللون يتشاف ما يتقالش اسم لون. ده حقيقي. فلما ركبت درجة هو ما فيهوش حاجه، هو بسيط جدا. يعني لو شفتي العقد، بس لو اتلبس على بادي ابيض او تفيت ابيض او حكاية. او جينز حتى هيبقى تحفه، او اسود جدا. حلو، ايه تاني هنا؟ اول واحد خالص بقى ده كمان في اصفر كده. ده سواريه شويه بقى، عشان كل سنه وانتم طيبين، قلت اكيد السهرات. حلو، ده اصفر في ايه؟ في سيلفر. الحجر الهيماتايت اللي قلت لك عليه. ده حجر الهيماتايت اللي هو مدي على فضي شويه. ومعاه حجر تاني اسمه مورانو، اصفر مورانو بالدرجه دي برضو. وهنا العقيق ما ينفعش يخلو التصميم منه. ايوه، الحجر ده طبعا كملت بيه التصميم بتاعي مع السلاسل النحاس بالتدريجه وبالشكل ده. ده متين، ده كل الدلالات طبعا بتستحمل عادي. بصي انا بقعد اركب وابص واشوفه تاني والبسه شويه فيها، لان السلك بتاعي انا بلف سلك، لازم ما ينتش في هدومك. لازم يبقى متين جدا. لازم لما اعلقه كده ما يقعش. وانت لابساه تلبسيه سنين، ما انا بقولك تلبسيه سنين. ما شاء الله، تسلم ايديكي. طب احنا عشان وقتنا بيخلص، هنشوف احنا فاضل وقت قد ايه. احنا معانا وقت نشوف موديلات تانية، بس هو عامه يعني قبل ما نشوف اي موديلات تانية استني، انا لسه عايزه اتكلم عن اسمك. أيوة. عشان اسم الشهره بتاع منى، منى ثابت، هو ليه قصه. منى ثروت. منى ثروت، انا اسفه، منى ثروت. لازم تقول لنا قصه الاسم بتاعتك. انا لما ابتديت من في الشغل طبعا تطريز قبلها، لكن لما جيت دخلت في الاكسسوارز فسالت ثروت اعمل ولا ما اعملش، قال لي لا براحتك. فابتديت اخد ده زوجك. طبعا عرف الناس. زوجي ثروت يوسف. الراجل ده ساعدني جدا. اوكي. قال لي اشتغلي، قال لي هتأثر. قال لي خدي فلوس واعملي، انا ما عنديش. هو اللي شجعك وكان بيساندك اي حاجه. طب عايزين ننزل الصاغه نجيب خامات. عايزه انزل اجيب احجار، لان بجيب خاماتي من الصاغه. عايزه اجيب احجار، عايزه اجيب واير، انزلي انزل معاكي. فهو فاهمه. ما انا بقى يعني كنت حابه اختم بقى الفقره بالجزئيه دي عشان تبقى تحيه كده لكل الرجاله. احنا اتكلمنا عن ده كتير جدا طول بقى السنه في سيدتي.
تحية لكل الرجالة اللي بتساند زوجتها انها تشتغل وانها تتقدم وانها تنجح، واشكرك جدا. وطبعا عشان بابايا ما يزعلش على طبعًا عيني وعلى راسي. طبعا ما كل الرجالة بقى الزوج والاب والاخ منى وكل احمد الحاجات. ابراهيم على عيني وعلى راسي طبعًا. لكن ثروت يوسف هي نصيبه بقى ان هو ياخد الشهرة طبعًا. دي معايا لان هو هو جاي يكمل المشوار، هو الاب هو اللي معايا هو بيكمل طبعا. بشكرك جدا. كانت معايا مصممة الاكسسوار الاستاذة منى ثروت، ميرسي ليكي. ميرسي ليكي قوي. شكرا ليكي. فاصل وهنرجع مع ضيفتي الاستاذة فاتن عريف عضو المجلس القومي للمرأة وحصاد عام المرأة 2017. خليكم معانا.